موضوع تاني اقتصادي جدا، وهو خاص بالعلامات التجارية. العلامات التجارية دي يعني العلامة التجارية وحدها لأي مؤسسة ممكن تكون مصدر دخل لهذه المؤسسة عندما تكون شعار ناجح. يعني شعارات الشركات مثلا على مدى القرن العشرين كله كانت دايما بتكون ليها قيمة بعيدا عن الأصول اللي بتملكها الشركة، مجرد أن الواحد يقول أنه هيشتري أو هيساهم في العلامة التجارية المعينة دي. النهاردة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة الأمريكية نظمت مؤتمر عن حماية العلامات التجارية. للأسف ده في المجتمعات العربية حتى هذه اللحظة يمكن مش واضح بشكل كبير. المؤتمر طالب في السياق ده تحديدا بأنه يتم تشديد العقوبة على أي شكل من أشكال التعدي على العلامات التجارية، وخصوصا المتعلقة زي ما قلت لحضراتكم بالشركات العالمية. كمال ماضي كان هناك. رغم الانتشار الملحوظ للمنتجات المغشوشة والعلامات التجارية المقلدة في الأسواق، إلا أن القانون المصري لا يعتبرها من الجنايات، وتجديد العقوبة وتغليظها هي من أهم المطالب التي اتفق عليها اليوم الحاضرون لمؤتمر حماية العلامات التجارية الذي عقد تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة. العلامات التجارية دي بتبقى بتخص شركات عالمية وشركات محلية، ويجب حمايتها لحماية الاقتصاد القومي وحماية الصحة عامة، صحة المواطن. المواطن اللي بيستخدم منتج مغشوش أو مقلد صحته بتتضر. اهتمام حكومي واهتمام عالمي. يعني لما بنتكلم النهاردة عن التجارة العالمية والمنافسة في السوق العالمي، بنتكلم عن حماية الملكية الفكرية أيضا، لأن الملكية الفكرية هي أحد وسائل تعظيم القدرة التنافسية للشركات. وقد أكدت منظمة الجمارك العلمية أن المشكلة أصبحت تتفاقم منذ العام 1982، وأن التجارة الدولية غير المشروعة قد زادت لتصل إلى 512 بليون دولار سنويا، وأن ما بين 5-7% من حجم التجارة العالمية غير مشروع. هذا ما جعل القضية لا يمكن فصلها عن إطارها الدولي. نحاول أن نصل إلى عمل جاد مشترك بيننا وبين السلطات التجارية المصرية، والتعاون بيننا متميز، ونتمنى التحسن مستقبلا. أهمية هذا المؤتمر أنه بيسلط الضوء على أهمية العلامة التجارية، لأن العلامة التجارية دي علامة لها دور ولها ثمن لدى الشركة الأم. لذا فإنه من الأهمية بمكان أن نقول أنه على الشركات المختلفة وعلى الدول المختلفة وعلى المؤسسات المختلفة أن تتكاتف فيما بينها لحماية المنتج داخل الأراضي الدولة. وعن الوضع في مصر، أكد المشاركون أن هناك العشرات والعشرات من السلع والبضائع المغشوشة التي يتم تداولها داخل الأسواق المصرية، وينفق عليها المصريون مليارات الجنيهات سنويا، مما يستوجب وقفة مجتمعية حاسمة لهذه الظاهرة. هو اهتمام حكومي بالغ ورغبة ملحة من أصحاب العلامات التجارية لحماية المنتجات الأصيلة من مثيلاتها المقلدة والمغشوشة في معركة شرسة من أجل عالم يحترم الملكية الفكرية وإبداعات الآخرين ضد أي اعتداء قد يقع عليها. من مقر المؤتمر كمال ماضي، الحياة اليوم. الحقيقة الواحد بيشعر بالفخر والاعتزاز لما بيتم تكريم رمز من رموزنا أو عالم من علمائنا.